نسال الله بركاته. والله اش نقول لك؟ لا اله الا الله، بارك لي بحق ليله في حق المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه مسكين، فسقطاته الاسره الصغيره والاسره الكبيره. انسان طيب قبل يعني من فنان، انسان طيب، انسان ما تسمعش كلمه العيب منه. اشتغلت معاه مع الصديق والزميل سعيد النصيري، وكان مسكين محتارمنا، ما كنحتارمو وكيقدرنا، ما كيجرحناش. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. انا لله وانا اليه راجعون. اخر لقاء كان عندك مع المرحوم الله يرحمه؟ اخر لقاء في 2008، ما تصدقش. اخر عمل في نسيب الحاج عزوز، شاركت مع سعيد النصيري وشاركنا في الربيع في العوني 2005 2006. يعني انا كنت شنو اللي خلاتني انني ما شفتهمش؟ كنت درت العمليه وكان عندك الوزن تمحنت شويه وما بقيتش كنشوف الناس، وانا اللي بغيت نوصل رساله خاصنا نسولوا على بعضياتنا، ماشي تنموتوا ولا نشدوا الفراش نسول فيه. ماشي غنديروا جائحه كورونا هي السبب، حقا ما كنديروا الوباء على العالم. كاين تواصل، كاين اتصال، خاصنا نتسولوا على بعضياتنا. راه اليوم عليا غدا عليك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا عبير، ومرتعت أنا ولو ما جمعتش معاه بزاف، ما كانش أعمال كثيرة. مي هذاك السيد طيب، عيبو بعيد. كان هرم أهرام، يعني أهرام، يعني كلهم فنانة، كلهم مشاور، يعني الفنانين النجوم الكبار، الفنانين المقتدرين اللي عطاو الصحة الفنية، اللي عطاو لوطننا الحبيب، وكلهم مشاو. إنا لله وإنا إليه راجعون.